بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 94 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. الشيخ يقول هذا السائل: أرجو أن تنصحوا الآباء والأمهات وحثهم على تزويج بناتهم من الناس الثقات، حيث إن والدي يرد الخطاب لأننا أخوات ثلاث معيدات في الجامعة ونتقاضى رواتب ممتازة، ووالدي يخاف ويطمع في هذه الرواتب إذا قمنا بالزواج. هذه المبالغ تغريه، فأرجو من الشيخ صالح نصيحة له ولأمثال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه من الآفات الاجتماعية التي سببت تأخر الزواج وسببت كثرة الطلاق للمزوجات، وهي الوظائف، توظف النساء، هذا هو الذي سبب مشاكل كثيرة. ومن ذلك ما ذكره السائل أن وليها يمنع تزويجها من الكفء الذي يصلح لها لأجل أن يستثمرها ويأخذ راتبها أو بعضه، هذا حرام عليه، هذا عضل، والعضل حرام، وهو منع العضل، هو منع المرأة من تزوج رجل كفء رضيت به، هذا هو العضل. الله جل وعلا قال: وأنكحوا الأيامى منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم أن ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ففعل هذا الوالد المذكور في السؤال حرام عليه، وما يأخذه من المال في سبيل أو مقابل ذلك حرام عليه. يجب عليه أن يؤدي الأمانة التي حمله الله إياها، وهي أن يزوج مولياته من الأكفاء، ولا يمتنع من تزويجهن من أجل استثمار مرتباتهن. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم وضع كلمة ما شاء الله، لا إله إلا الله، أذكر الله، وذلك على الزجاج السيارة الخارجي، علما بأنه قد يتعرض للأتربة والنجاسة. ما كان السلف الصالح يعملون هذا، ما كانوا يكتبون الأذكار على الجدران أو في المساجد أو في البيوت، كانوا يذكرون الله هم بألسنتهم وبقلوبهم ويكثرون من ذكر الله. والكتابة ما تغني عن ذكر الله عز وجل، عن ذكر الله باللسان ما تغني عن هذا، يقولون هذا للتذكير. نقول: ما فعل هذا السلف الصالح؟ والتذكير أن تذكر أنت الناس، تقول اذكروا الله أو تذكروا الله وهم يسمعون ثم يقتدون بك. هذه وسائل التعليم، التذكير، ليست الكتابة على السيارات وليست الكتابة على الجدران، مع ما ذكره السائل أن هذه الكتابة تعرض ذكر الله للإهانة، كأن تسقط الورقة المكتوب فيها أو اللوحة المكتوب فيها وتداس، هذا تعريض لذكر الله عز وجل للإهانة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: بعض الناس عندنا يقولون من أشرك شركا أكبر كمن يدعو غير الله أو يذبح وينذر لغير الله فإنه يعتبر مسلما ما دام أنه فعل ذلك، وهذا عن جهل منهم، فهل كلامهم هذا صحيح؟ الشرك لا يعذر فيه بالجهل، ولأنه أمر واضح، كل مسلم يعرف أن الجهل، أن الشرك أنه كفر وأنه مخرج من الملة، كل مسلم يعرف هذا حتى العوام. وصريح القرآن والآيات التي تتلى يسمعونها، والأحاديث والمواعظ يسمعون أن هذا كفر، هذا شرك، فكيف يقال أنه يعذر بالجهل وهو يسمع الحجة، يسمع القرآن، يسمع الأحاديث، يسمع المواعظ، يسمع الخطب الجمع كل أسبوع، ويقال يعذر بالجهل؟ إلى متى هذا الجهل؟ وما فائدة إذن
عن تلاوة القرآن؟ ما فائدة قراءة الأحاديث؟ ما فائدة خطبة الجمعة؟ ما فائدة الدروس؟ نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم المسح على العمامة وما شابه ذلك مثل الشماغ. الشماغ لا، لكن العمامة المثبتة على الرأس التي تغطي غالب الرأس هذه يمسح عليها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح، كما كان الصحابة يمسحون على العمائم المثبتة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يا شيخ يقول: هناك بعض الشباب هداهم الله ممن من الله عليهم بالهداية والاستقامة، وبعد فترة من التدين وأثناء جلوسه مع الناس في المناسبات أو في الاستراحات يبدأ يذكر ماضيه السيء وأنه عمل كذا وفعل كذا، ما رأيكم بهذا؟ هذا لا يجوز، وقد ستر الله عليه، يستر نفسه. ربما أن هذا يدخل في الرياء أيضا، يقول أنا سويت كذا وتبت إلى الله وأنا يمدح نفسه، فهذا يدخل في الرياء، وأيضا هو من فضح نفسه، وفي الحديث إذا بليتم فاستتروا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: انشغال الأولاد في وقتنا الحاضر يا شيخ، وكذلك النساء والبنات، عن قراءة القرآن والمطالعة النافعة في هذا الوقت، كثرت وسائل الاتصالات كالأنترنت وغيرها وما يبثه الاتصالات من مقاطع وتغريدات ألهت الناس، فما الواجب في الاستفادة من هذه الأجهزة في وقتنا الحاضر، والتوجيه من فضيلة الشيخ؟ هذه الأجهزة يؤخذ منها ما فيه خير وهو قليل، ويترك ما فيها من شر، والخير موجود بدونها والحمد لله، لأنها وإن كان فيها شيء من الخير فيها شر كثير وتؤثر على الإنسان، الإنسان يتجنبها، والخير موجود ولله الحمد بدونها وقبل أن توجد، الخير موجود ومستمر. وأيضا هذه الوسائل الاتصالات تثير الفتن بين المسلمين، على المسلم أن يتجنبها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل أرسل بمجموعة من الأسئلة يقول: من مات وعليه صلوات لم يقضها، هل يمكن أن نقيس على من مات وعليه صيام بمن مات وعليه صلاة؟ لا تدخله النيابة، الصلاة لا تدخلها النيابة، خلاف الصيام فإنه تدخله النيابة، في فرق بين هذا وهذا. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، قسوة القلوب في وقتنا الحاضر، كيف تلين هذه القلوب وكيف يمكن إصلاحها؟ مأجورين. تلين القلوب بالطاعات والعبادات وذكر الله عز وجل: ألا بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تلين القلوب بتلاوة القرآن مع التدبر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تدبر القرآن، تدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن، كذلك سماع المواعظ النافعة، كذلك سماع البرامج المفيدة الطيبة من إذاعة القرآن الكريم، سماع الخطب المنبرية، سماع المحاضرات المفيدة، كل هذا يلين القلب. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن المراد بكفارات اليمين أو بكفارة اليمين، وهل تختلف الكفارة من وقت إلى آخر؟ كفارة كما وردت في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن بما عقدتم الأيمان، يعني بما نويتموه على أمر مستقبل، إذا حلف على أمر مستقبل أن يفعله أو لا يفعله ثم خالف يمينه فإنه تجب عليه الكفارة، أو حلف على شخص أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا فخالف، إنه تجب عليه الكفارة، والكفارة كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: ما هي موانع إجابة الدعاء، وأيضا ما هي مواطن إجابة الدعاء؟ موانع إجابة الدعاء كثيرة، ومن أشدها الاعتداء في الدعاء، أن يدعو على شخص وهو لا، أو يدعو بإثم أو بقطيعة رحم، أو يأس من الإجابة ويقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، يترك الدعاء، أو ما نص عليه الحديث: أكل الحرام أو شرب الحرام أو لباس الحرام، كالذي يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام، ملبسه حرام، مطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني لا يستجاب لذلك، وهو يتغذى بالحرام أو يلبسه أو يأكله، هذا يمنع إجابة الدعاء. نعم.
يقول: ماذا نستفيد من الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم؟ نستفيد منها أن الإنسان لا يتساهل من أجل تساهل الناس، ولا يعصي من أجل عصيان الناس ويقلدهم، بل يأخذ بنفسه ويلزمها بطاعة الله ولو رأى الناس على خلاف ذلك، فلا يقلدهم بل يلزم نفسه بطاعة الله. لا يضركم من ضل، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل، يعني لا تقلدوا أهل الضلال وتتساهلوا بالمعاصي وتقولون نحن مثلهم، أو هذا شيء وقع كثير ولا نستطيع نخالف الناس، كل هذا لا يجوز. عليكم بتجنب الحرام وتجنب المعاصي ولو وقع فيها كثير من الناس. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: لدي الرغبة يا شيخ بأن أحفظ المتون الفقهية وكذلك في الأحاديث، وذلك في صغري، ثم أقوم بدراستها في كبري وتطبيقها على الواقع. يا أخي، الحفظ لا يكفي، ولو تحفظ المتون كلها والصحاح والمسانيد، تحفظ القرآن، الحفظ لا يكفي، ولكنه وسيلة إلى الفهم، وذلك بالقراءة على أهل العلم. تحفظ وتقرأ على أهل العلم لتستفيد من علمهم، العلم بالتلقي عن أهله، ليس العلم بقراءة الكتب فقط، هذا يضر أكثر مما ينفع. كم رأينا من متعالم ضر نفسه وضر الناس أنه لم يتلقى العلم عن العلماء، ولم يأخذ العلم من الطريق الصحيح، هذا هو الذي يضر الناس. ويحفظون ولكن ليس عندهم فقه، هذا لا يفيد شيئا، لا للإنسان ولا لغيره. نعم. يقول السائل: هناك أناس يملكون أفكارا جميلة ويريدون أن ينشروها في المجتمع، ولكن يخشون من تهكم الآخرين. ما ندري ما هذه الأفكار، ربما أنه يرى أنها جميلة وهي ليست جميلة. الأفكار الموافقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والشريعة لا بأس ببثها ونشرها، أما الأفكار المخالفة أو الأفكار المنحرفة هذه تضر الإنسان وتضر غيره. نعم. فضيلة الشيخ، ما يعرض في مؤخرة المساجد من إعلانات وأوراق وغيرها، لعل لكم توجيه في ذلك. الواجب أن تخلى المساجد من المعلقات، لا أمام الصفوف ولا خلف الصفوف ولا الإعلانات ولا الأذكار التي تقال بعد الصلاة، ما كان السلف يعملون هذا. المساجد يجب أن تخلو من الكتابات لأنها تشغل المصلين، والذي يريد أن يعلم الناس الخير بغير هذه الطريقة، علمهم إذا كان عنده علم، يلقي عليهم، يدرسهم، يحفظهم النصوص المفيدة، هذا الدعوة إلى الله وتعليم الناس، ليس بالمعلقات. والمساجد ما يعلق فيها شيء لأن هذا يشغل المصلين، وأيضا شيء لم يعمله السلف. وأيضا فأما الإعلانات تجعل خارج المسجد، تجعل خارج المسجد لا داخل المسجد. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع من غير عذر ولا مطر؟ نعم، ورد هذا، لكن هذا مجمل يحمل على المفصل، يحمل على المفصل، وهو أنه لا يجمع بين الصلاتين إلا لعذر مطر بين المغرب والعشاء مثلا، لعذر السفر، لعذر المرض. يحمل الحديث المجمل على الأحاديث المفصلة، المتشابه يحمل على المحكم، هذه طريقة الراسخين في العلم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: أنا أكثر التفكير يا شيخ في الصلاة، فما حكم الوسوسة في الصلاة، وهل تصح صلاتي مع وجود ذلك؟ الصلاة تصح إذا أديتها على الوجه المشروع، الوسوسة لا تضرك، ولكن عليك أن تستعيذ بالله، إذا أحسست بالوسواس تستعيذ بالله من الشيطان وتترك الوسواس، ترفض رفضا تاما ولا يضرك بإذن الله. نعم. هذا السائل زيد المسلم يقول: ما هي المحرمات من النساء؟ محرمات من النساء كثيرة، محرمات من النساء التي بغير عقد شرعي وبغير ملك يمين، المحرمات من النساء ما كانت من محارمك كأخواتك وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، والمحصنات من النساء يعني المزوجات إلا ما ملكت أيمانكم، في الساعة
السبي فإنه ينفسخ عقدها من زوجها الكافر، ينفسخ عقدها من زوجها الكافر بالسبي، فإذا اعتدت بعده يتزوجها المسلم. نعم. وكذلك الحر لا يتزوج الأمة إلا إذا خاف على نفسه العنت، كذلك المعتدة لا تزوج في مدة العدة، كذلك ما زاد عن 4 من الحرائر لا يجوز حد التعدد إلى 4 زوجات، كل هذا من المحرمات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الشاهد؟ العدالة، يجب أن يكون عدلا. استشهدوا شهيدين من رجالكم، أشهدوا ذوي عدل منكم، لابد في الشاهد من العدالة في دينه وفي مروءته، كونوا عدلا. نعم. فضيلة الشيخ يقول هل نجزم بالجنة لأحد من الصالحين لما عرف عنه من التقوى والزهد والخير والفضل وبذل الخير للناس؟ لا نجزم بالجنة إلا بدليل، دليل من كتاب الله وسنة رسول، كالعشرة المشهود لهم في الجنة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين شهد لهم الرسول أنهم بالجنة نشهد لهم بذلك ولا نشك في هذا. أما من عداهم من أهل الصلاح والخير فنرجو لهم، نرجو لهم الجنة، ولكن لا نجزم لهم بذلك. نعم. هذا يسأل عن النوافل التي حث عليها الشارع، وأين وأيهما أفضل أن تؤدى، في المسجد أو في البيت؟ النوافل التي حث عليها الشارع كثيرة، وهي السنن المؤكدة مثل الرواتب التي مع الصلوات، تحية المسجد إذا أراد دخله وأراد الجلوس، ركعة الطواف، الوتر، صلاة الليل والوتر بعدها، كثيرة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول عند دعاء لله عز وجل هل لابد من الطهارة أو يدعو الإنسان في أي وقت سواء كان طاهرا أو غير ذلك؟ لا يشترط للدعاء الطهارة، يدعو ولو لم يكن على طهارة. نعم. يقول إمام مسجدنا الجامع يطيل الخطبة ويسحبنا الملل لأنه يطيل بنا أكثر من اللازم، فما مقدار الخطبة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، أي علامة على فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. وكانت خطبه صلى الله عليه وسلم كلمات معدودات مباركات، الرسول ما كان يطيل الخطبة، ولكنه كان يجزل الخطبة ويجزل الإلقاء حتى كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم. الخطبة للجمعة وفي العيدين تقصر مهما أمكن، لأن هذا يضيع أفكار الحاضرين من طول الخطبة ويسأمون، ولأن هذا خلاف السنة. نعم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، أشكركم شكرا جزيلا. وهذا زميلي مهندس الصوت عثمان الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.